علمت العربية من مصادر مطلعة في إيران أن المرجعين الدينيين آية الله حسين علي منتظري وآية الله يوسف صانعي اجتمع في قم وأكد على أن حكومة الرئيس محمود أحمد نجاد غير شرعية ويجب إسقاطها بالوسائل السلمية. كما أكد المرجعان أن على رئيس القضاء الإفراج عن كل المعتقلين الذين تم احتجازهم عقب الانتخابات الإيرانية الأخيرة، وبحث توحيد المواقف إزاء ما تعرض له تلاميذ الخميني للقمع والتصفيه. لأول مرة منذ وفاة الإمام الخميني قبل نحو 20 عاما، قرر حفيده السيد حسن الخميني إلغاء مراسم العشرة الأخيرة من رمضان التي تقام عادة حتى الفجر عند الضريح في مقبرة جنة الزهراء. ضغوط من المرشد علي خامنئي وتهديدات أمنية لمنع الرئيس السابق محمد خاتمي وآخرين من إلقاء خطب تعودوا عليها كل سنة دفع